مرة أخرى مع الأسف كانت هناك بعض الانقطاعات في بداية المباراة من المصدر، لذلك عذرا لمن يتابعنا عبر قنوات بي إن سبورتس، وذكرت بأنه يجب أن نعطي المجال للجماهير ولإبداعات الجماهير ولصوت الجماهير ولإبداعات الجماهير في النقل المباشر. في إبداع في إبداع في إبداع لازم التركيز عليه، بينما كرة فرصة والحداد لكن القائم في نهايه المطاف، القائم في نهايه المطاف. بعد ذلك الحكم يتدخل في اول كره خطيره من فريق الوداد الرياضي عن طريق اللاعب اسماعيل الحداد بقذيفه هنايا ساريه قويه جدا. الكره المسار قائم تلعب هذه المباريات التي جرت اليوم هي المناسبه اللقاء الذي جمع بين فريقي الجيش الملكي واولمبيك اس في، ينتهي الصفر مقابل صفر، بينما حسنيه اكادير يمنى بالخساره امام النهضه البركانيه. بابا توندي، بابا توندي فرصة، فرصة يا بابا توندي، فرصة فرصة، ناري يسددها، الناير يسدد هذه الكرة في نهاية المطاف. السماتة جديدة ونقلة سريعة في هذا المرتد، بلال المقري يستلم هذه الكرة، لماذا يا بلال، لماذا، لمن، لمن، لمن يا بلال، لمن يا بلال، ما بيا فرصة سيمون مصوفا. تساءلت لماذا يا بلال، انه بلال كان ممكن يمشي بها، لكن يتوقف بلال المقري ثم يرفع هذه الكره في اتجاه لاعب سيمون مصوفا بعيده تماما عن مرمى احمد رضا التكناوتي. مرتد هجومي سريع بعد ما تابعنا قبل ذلك فرصه رائعه لمحمد الناري. هاي الاخطر، هاي الاخطر، هاي الكره الابرز عن طريق اسماعيل الحداد باليسرى يسددها، كان محظوظ فيها حارس المرمى محمد اليوسفي. حسام امعنان هنا في الخطا، مايكل بابا توندي يمشي بالكره، يتوغل يفقد التوازن، لكن بعد ذلك يسترجع امكانياته ثم يمرر كل محمد الناري، كره لمحمد الناري. بعد ذلك الدفاع يتدخل لثاني موسم على التوالي مدرب لفريق الدفاع حسن الجديدي. استمعنا لتصريح بدو الزاكي ونحن نتابع هذه الفرصه عن طريق اللاعب الزوير والصافره بضربه جزاء، الصافره وجه لوجه مع محمد الناري، لمن ستكون الكلمه الصافره، والناري جول، الناري جول، الناري جول. اول الأحمر يتقدم، الوداد يتقدم، بطل الدوري المغربي يتقدم، وهستيريا في المدرجات، الموج الأحمر بالعلم الأحمر، علم الوداد الرياضي يرفرف هنا في مدرجات ملعب العبدي يمينية هنا في الجهة المعاكسة لوجهة الحارس محمد اليوسفي. شوف الصورة مرة أخرى بالتخصص محمد النهري، يفعل ويمنح الأفضلية لفريق الوداد الرياضي. قول بالتالي ننتظر طوفان جديد، ولكن كبرياء الوداد وشموخ الوداد وشخصية الوداد وكاريزما الوداد وهجمات الوداد، هنا الماجيكو وليد الكارتي حط كورة على مجر في منطقة الجزاء، تسديدة الحداد، الحداد السادة تبقى ودادية، العمرود عليها، العمرود العرضية، ولكن الدفاع يتدخل تبقى مرة أخرى للفريق الأحمر في هذه اللحظات. الماجيكو وليد الكارتي دائما في الصناعة، فيها بداية الهجمة تصل مرة أخرى، هنا العرضية داخل المنطقة والمتابعة من محمد اليوسفي في نهاية المطاف. مدر بينما كرة فرصة، هو جول، هو جول، اسماعيل الحداد يضيع الهدف الثاني، اسماعيل الحداد كانت عند الكرة الثاني، الناير يمشي بالكرة، الماجيكو حطها بالملي حطها، ويقول اسماعيل هذه فرصة الثاني، ولكن الحداد كرة مرة جانبية، دائما معاك الإبداع يا الماجيكو، دائما معاك الإبداع يا وليد الكارتي. لشعيب المفتول وحدة ممتازة، هذه انطلاقة جديدة، فرصة 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 الأولى. السوبر تيتي على مرتين يتصدى لكرة اللاعب سايكو كامارا، ثاني تسديدة من سايكو، وحدة تصدي من الجانب الحارس أحمد رضا التكناوتي الذي يحاول دون وصول الكرة للشباك. نعم هذه واحدة من الفرص القليلة لفريق الدفاع الحسن الجديدي، ثنائية ولعبة من أروع ما يكون بين اللاعبين سايكو كامارا وشعيب المفتول. شوف الصورة مرة أخرى، لقطة لطالة فيها عناصر الوداد بوجود ركلة جزاء، لا 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 لا, لا. لا ما فيهاش، لا ما فيهاش ركلة جزاء، زويري المترشي، بينما هنا الصورة الماضية لتسديدة اللاعب سايكو كامارا، ولكن في نهاية المطاف أحمد رضا التكناوتي. وأيضا إبراهيم النقاش، الكرة تصل جهة اليمنى حدراف، ماذا سيفعل؟ حدراف يتقدم، سيرفع الكرة داخل المنطقة يلعبها، هنا عرضية على المشارف في منطقة الجزاء تصل جهة اليمنى، هذه العرضية
يتدخل. كومارا دائما في الموعد يبعد الخطوره، لكن الضغط يزال قائم. جديد في هذه اللحظات امكان يا بلال، بلال بلال مره ثانيه، بلال للمرة الثانية تدخل كومارا في نهاية الأمر. تبقى جديدية في هذه اللحظات، هذا الطوفان الجديد يبدأ في اللحظة، الطوفان الجديد الذي يبدأ الآن. الوداد الرياضي دفاع الجديد، البعض يرى بأن هذه فرصة ذهبية من أجل إحراز لقب الكأس الفضية واستعادة الذكريات، ذكريات عالية على مرمى الحارس أحمد رضا التاكناوتي. هذه الإعادة مرة أخرى للضربة الرأسية من جانب حسام أمعن. إذا تم برمجة بعض المباريات المؤجلة فسيكون من اللازم إيجاد ملعب ليس بعيد عن مدينة الدار البيضاء، ربما ملعب برشيد قد يكون الحل، ملعب الجديدة قد يكون الحل، لأن ملعب الرباط هو الآخر طبعا يخضع للإصلاح. بينما كرة أيوب الكعبي، فرصة كاد يفعل، كاد يفعل أيوب الكعبي، لكن محمد اليوسفي في نهاية المطاف يقطع ديال الكرة. أول فرصة، هذا الخطأ الذي ارتكبه نجاي، وكذلك مروان العدودي، غلطة كان ممكن أن يدفع ثمنها غاليا فريق الدفاع الحسن الجديدي لولا هنا محمد اليوسفي، ولولا أن الكرة كانت صعبة على إسماعيل الحداد. أو الكعبي اللي حاول فيها هنا أمام نادي أولمبيك ناس في لقاء الذي انتهى 0-0، والآن مباراة أمام الجديدة في دور ثمانية كأس العرش الذي تالي فائدة الفريق الدكري 1-0. خطأ، خطأ، وأحمد رضا التاكناوتي في نهاية المطاف يتابع هذه الكرة، يلعب على الجهة اليسرى مادي قرناص في أول لمسة. المادي قرناص ماذا سيفعل؟ المادي سيرفع كرة داخل منطقة الجزاء، ولكن سال بين أحضان الحارس أحمد رضا التاكناوتي. إذا التكناوتي في متابعة هذه الكرة، ملعوبة فرصة، زوير، زوير، محمد اليوسفي في نهاية المطاف. أفضل ما فعله زوير المترجي هذه التسديدة في الشوط الثاني. إذا إسماعيل الحداد سيرفع هذه الكرة، إسماعيل الحداد، خمسة ستة لاعبين الوداد داخل منطقة الجزاء، الحكم يعطي إشارة إسماعيل الحداد يمرر هذه الكرة، فرصة هي وضعية التسلل اسماعيل، وضعية التسلل املا على صلاح الدين السعيدي. نعم كان متسللا اعتقد صلاح الدين السمارة، تغيير كلي على جهة اليمنى، يصعد من هنا اللاعب ايوب المرفوع، الكرة المتابعة من العبلود بالراس، يقطع هذه الكرة العبلود، الكعبي، الكعبي هنا في الانتظار، شوف الطريقة اللي ينتظر التمشية امامية، الكعبي، 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 عندك الكرة يا الكعبي، ماذا سيفعل؟ يمر لزوير، فرصة، هذه فرصة لأيمن الحسوني، الصعود إسماعيل الحداد، ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل إسماعيل؟ إسماعيل، 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 ضاعت الكرة، ضاعت الكرة، وانطلاق في يد المرتدة لهجومية العناصر فريق أساسي السعيدي والنقاش في إشهاد المحاولة، تسلل هنا كرة لفائدة الدفاع، مصوبة العرضية، السعيدي في نهاية المطاف يخرج الكرة للخلف ناحية لعب جاي، والنهيري، النهيري يقطع كرة في نهاية المطاف، في صافرة، في صافرة، في خطأ، لا الحكم يقول فيها تماس لفائدة الفريق الدكري، تمشي لياسين الدابي، الدابي حول المرور، انتظار العرضية ربما المفتول في العمق، هذه فرصة، فرصة خطيرة، ودائماً الخطورة لازالت قائمة، كان بإمكان الجديدة تسجل التعادل، كان بإمكان الجديدة تسجل التعادل في هذه اللحظات، ولكن في لحظة كان ممكن أن يسدد، هنا تباطؤ وبالتالي الدفاع ينجح في إبعاد هذه الكرة. شوفوا الإعادة، مصوبة، مصوبة، كنت أنتظر أن مصوبة هو من سيسدد، واللحظة هنا التي مر فيها لا شعيب المفتول، لكن السعيدي تابع بالراس، العملود يدخل بالراس مرة أخرى، العدودي في الاستلام، يلعب للمفتول، ماذا سيفعل؟ المفتول التمرير الجهة اليسرى، قرناص، قرناص، والسعيدي يقطع الكرة مرة أخرى، السعيدي يقطع الكرة، بديع له كيمشي بالكرة، اتجاه من الحسوني، نهاية المطاف ترجع مرة أخرى جديدية، شعيب المفتول، هذه فرصة، 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 الدفاع يتدخل، العملود في نهاية المطاف، العملود يتدخل، والحكم كذلك يتدخل، وينهي المباراة بفوز مستحق لفائدة فريق الوداد الرياضي بهدف مقابل لا شيء، الهدف الذي سجله محمد النايري. الوداد يحقق 3 نقاط في أول مباراة رسمية له في الدوري المغربي الممتاز، وبالتالي يتواجد في المركز السادس مع نهضة السمامرة، بينما
فريق الدفاع الحسني الجديدي يخسر أول مباراة له في البطولة الوطنية بعد تعادلين في المباريات السابقة. مشاهدي الكرام، شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة إن شاء الله.